السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج اونلاين. اخباركم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده هوريكم طور الكارير مود ومهنة لاعب. طبعا يا شباب الطورين ممتازين جدا، انا شخصيا شفتهم وعجبوني جدا، وتقريبا يعني بنسبة كبيرة جدا الطورين هيكونوا ناجحين في اللعبة. هستعرض معكم اولا طريقة بناء الاستاد في اللعبة. اولا زي ما انتم شايفين هنا، في البداية خالص بتختار زي الفريق بتاعك، اي زي اللي انت عايزه. فيه زيات غير دول كتير جدا، زي ما انت شايف ان اللعبة بتوفر لك اكتر من زي. وبصراحة يعني هو طور ممتاز جدا، وتقريبا نجح من قبل ما لعبة فيفا تنزل. زي ما لعبة فيفا بتنجح كل سنة، تقريبا هو ده كمان هينجح. فيفا شعبيتها كبيرة جدا، وهقول ليه في الفيديو بتاع بكرة. زي ما انت شايفين هنا، من القائمة دي بتقدر تغير الزي بتاع فريقك، وكمان بتاخد الزي الاحتياطي والزي الاساسي طبعا حسب ذوقك انت. وهنا زي ما انتم شايفين هنا الزي الرئيسي، وهنا الزي الاحتياطي النادي بتاعك، وهنا الشعار بتاع النادي. بتغير الشعار من القائمة دي اللي كانت هنا دلوقتي. في شعارات كثيرة جدا في اللعبة برضو. بس في سؤال هنا، هو مثلا لو عايز تلعب بالزي بتاع نادي ريال مدريد او شعار ريال مدريد، هل ده هيكون موجود في اللعبة؟ بصراحة ما عنديش معلومات. وهنا احسن حاجة تقريبا في طور الكارير مود، زي ما انت شايفين هنا ازاي تبني الاستاد. هنا الاستاد الرئيسي، هنا بتدوس على القائمة دي بيفتح لك كل الاساسيات الموجودة في اللعبة. بيختار الاستاد اللي انت عايزه، تقريبا اي استاد انت عايزه بتختاره من القائمة دي. وبعد ما زي ما انت شايفين هنا في استادات كثيرة جدا في اللعبة. بعد ما بتختار الاستاد، بتروح الى قائمة ستاند، بتختار منها الوان الملعب، الوان الاعلانات الموجودة. زي ما انتم شايفين هنا بتختار ابيض، هنا اسود، دلوقتي هيختار الابيض. زي ما انتم شايفين ازاي الشكل بتاع الملعب اتغير. طبعا ممكن تختار اي لون انت عايزه، الالوان كتيرة جدا، في ازرق واخضر واحمر وابيض، الوان كتيرة جدا يعني، واصفر كمان او اورانج، في الوان كتيرة جدا في اللعبة زي ما انتم شايفين. وهنا بتختار ارضية الملعب، من القائمة دي بتختار شكل الأرضية. في أكتر من نوع الملعب موفرة هنا، الترتان، نجيل صناعي، زي ما انتم شايفين شكل النجيل، يعني عايز زي شكلها ايه، هل خطوط، مربعات أو دوائر، شكل النجيل على أرض الملعب. بصراحة يعني طور جميل جدا وحلو جدا، وهيكون ممتع. وكمان منها بتختار ألوان الشباك بتاعة الملعب. الشبكة الحالية دي هي الشبكة الافتراضية، انت لو عايز تغيرها بتختار اي لون او اي شكل انت عايزه. طبعا الملعب هيبقى بتاعك، هيبقى خاص بفريقك، عشان كده انت بتعمله بالطريقة اللي تناسبك انت وفريقك. دي طريقة بناء الاستاد. دلوقتي هنروح للخطة على ارض الملعب. زي ما انت شايفين هنا يانج، دي الفريق الصغير، فريق الناشئين. هنا بيوريك يعني مستوى الريتنج بتاع اللاعبين، مستوياتهم، الطاقات بتاعتهم. زي ما انتم شايفين هنا نزل اهو اليانج اهي، دي فريق الشباب، فريق الناشئين اللي عايز تلعب بيه. مثلا عايز تريح الاساسيين، هنا بتلعب بالاحتياطيين، هنا بالانسد، بتختار يعني ما بين ده وبين ده، ما بين المحترفين اللي في الفريق الاول وفريق الشباب اللي هو الناشئين. طبعا انت هيكون معاك نادي، فاكيد ليه ناشئين وفريق اول وكده، يعني زي ما انتم عارفين. اما هنا اخر واحدة دي الفريق يعني الاساسي، اللي هو الفريق معاك الاساسي اللي هيبقى معاك في اغلب مبارياتك، يعني هتلعب بيه في الدوريات الكبرى. ومن هنا ميزانية الفريق زي ما انتم شايفين. ومن هنا مثلا بتحط سقف الطموح لمجلس الادارة بتاعك. مثلا هل انت عاوز توصلهم فكرة انك انت فريق قوي هتنافس على البطولات، ولا انت فريق ضعيف ويعني اخرك كده تطلع خامس او سادس الدوري. من هنا بتحدد سقف الطموح بتاع مجلس الادارة. طيب يا شباب، كمان هننتقل لطور مهم جدا في لعبة فيفا 22، وهو مهنة لاعب. زي ما انتم شايفين هنا دي بداية ما انت نازل، ده اول ماتش ليك طبعا في دور مهنة لاعب. زي ما انتم شايفين هنا هتنزل انت تقريبا مكان محمد صلاح، زي ما انت شايف. طبعا حسب اللعبة، مش لازم مكان محمد صلاح، حسب الفريق اللي انت فيه. هنا اهداف المباراة، لازم انت تعمل ايه في المباراة. اولا لازم تجيب 6.5 تقييم اقل حاجة، ولو بيقول لك يعني من المحسن انك تجيب 7، يعني المدرب هيعجب بيك جدا لو جبت 7، ولكن انت المطلوب منك 6.5. وكمان هنا بيقول لك على الاقل لازم تسجل شطين على المرمى، يعني تعمل تسديدتين على المرمى، والمحسن يكون 3 تسديدات. وهنا بيقول لك كمان اقل حاجة لازم تسجل هدف اقل حاجة. وكمان من المحسن او يعني جيد جدا انك كمان تسجل هدفين، هيبقى ممتاز.
طيب يا شباب، باختصار يعني هنا كل ما تعمل مهمات بتجيك مهمات اصعب من الاول، وهنا كمان في مدرب هنا بيقيمك، بيوريك مستواك، بيوريك الاحصائيات بتاعتك. يعني هنا بيحط لك كل ما تخلص مهمات بيحط لك مهمات اعلى من الاول، زي ما هنا زي ما انتم شايفين هنا في المرحلة التانية يبقى مطلوب منك على الاقل انك يكون تقييمك 9 اقل حاجة تطلع، يعني من المحسن 10، وانك كمان هنا تعمل تسديدتين على المرمى، تسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء زي ما انتم شايفين هنا اهو، لازم تسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء، وهنا لازم تطلع ويكون فريقك مستحوذ جايب تقريبا 60% او اعلى، لازم يكون فريقك جايب 60% استحواذ انت وبتلعب. بس هو ده كان الفيديو شاب بتاع النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وانتظرونا في فيديوهات قوية جدا عن بيس فيفا ان شاء الله قريبا. وسلام.